نهاية مأساوية للنجمة المتحولة جنسيا صوفي في حادثة مروعة. تابعوا معنا التفاصيل ولا تنسوا إبداء رأيكم ودعمنا عبر الضغط على زر اللايك واشتراك. توفيت النجمة الاسكتلندية الشهيرة صوفي زيون المعروفة فنيا باسم صوفي بعد تعرضها لحادث مروع أثناء إقامتها في أثينا. وعملت صوفي البالغة من العمر 34 عاما مع العديد من المشاهير أمثال النجمة العالمية مادونا والمغنية شارلي إكس سي إكس. وأعلنت شركة التسجيلات الخاصة بها خبر الوفاة على موقع تويتر مشيرة إلى أنها توفت بعد سقوطها لمشاهدة اكتمال الأمر في العاصمة اليونانية. وأصدرت الشركة بيانا وقالت فيه: لقد توفيت الجميلة صوفي بشكل مأساوي بعد حادث مروع، لقد صعدت لمشاهدة البدر وانزلقت وسقطت بالخطأ، ستكون دائما معنا. البيان قالت فيه أيضا الشركة أنها تشكر الأسرة الجميع على حبهم ودعمهم وصلواتهم، لكنهم يطلبون الخصوصية في هذا الوقت العصيب. ببالغ الحزن نبلغكم بوفاة النجمة والمنتجة صوفي صباح هذا اليوم في حوالي الساعة 4 صباحا في أثينا بعد حادث مفاجئ. ونعى العديد من الموسيقيين والمعجبين على تويتر النجمة التي أعلنت تحولها جنسيا لامرأة في عام 2017. وقالت المغنية وكاتبة الأغاني الفرنسية كريستين أنزا كوينز إن صوفي كانت منتجة ممتازة وصاحبة رؤية ومرجعية، وقالت إنها لا تصدق إنها رحلت ونحن بحاجة إلى تكريمها واحترام إرثها، كما أشارت إلى إنها تمردت على المجتمع كفنانة وامرأة. وكتب أحد معجبيها المتحولون جنسيا أيضا: بصفتي امرأة متحولة فإن موسيقى صوفي ورسالتها تعني الكثير بالنسبة لي، وهو أمر لا يمكن وصفه بالكلمات، لقد كانت وستظل دائما رمزا حقيقيا للمجتمع. وكانت صوفي قد قالت بعد تحولها جنسيا في عام 2018 إن التحول يجعل الجسم أكثر انسجاما مع النفس والروح حتى لا يتقاتل ضد بعضهما البعض. ولدت صوفي في اسكتلندا وبدأت عملها كمنسقة موسيقية قبل أن تطلق أغنيتها الأولى في عام 2013. كما أنتجت عدد من الأغاني لمادونا قبل أن تصدر أغنية جديدة وفيديو موسيقيا ظهرت فيه للمرة الأولى كمتحولة جنسياً.